السلام عليكم زبائن مجمع كل شو كلاشي، شلونكم؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله يكون الكل بخير. اليوم بدينا وياكم طبعاً ببث جديد. إحنا اختفينا صار فترة، إحنا والله العظيم سبب اختفائنا مو بدينا، لأنه إحنا كل ما نسوي بث وتصير التعليقات هواية والمشاركات هواية، الحمد لله والشكر ينطونا بلوك وحضر ويقعدونا على الأقل يقعدونا أسبوعين، يعني تقريبا أسبوعين إلى 30 يوم، يعني شهر. التوفيق إنه لكم عيوني. عليكم السلام والرحمة. طبعا هاي هسه أنا بقسم المطبخ، هاي التحفيات كلها خاصة بالمطبخ. البارحة أول يوم انفتح عندنا البث، واليوم بديت وياكم بهذا البث. هسه راح اشوفكم كل المواد الجديدة اللي عندي، واليوم عندي بث بقسم المطبخ، وايضا عندي بقسم الكوزمتيك لانه شغلات كلش حلوة وجديدة وصلتني، وعندي ايضا بث على القرطاسية. القرطاسية اليوم وصلتني كلش حلوة واسعارها تخبل، يعني ما تلقينها حتى بالمتنبي، اسعارنا كلش حلوة. هسه راح اشوفكم اياها. واليوم الهدية للمشاركات مال البث راح تكون من داخل قسم الكوزمتيك، انا هيئتها وحضرتها، وان شاء الله هسه من انزل جوا على الكوزمتيك اشوفكم اياها. اكثر المشاركات هو اللي راح يعني يفوز وياي اذا الله راد. طبعا اليوم الجائزة كلش حلوة وابها يعني فتستحق مشاركات هواية، وان شاء الله ومع هذا كله انا ايضا امون عليكم، لان انتم كلكم اهلي. اكيد ام حسين هو حسابنا يصعد حسابنا، بس يدخل لنا واحد ابن حلال ويضربنا ببلوك وحضر للبث فقط. الحمد لله والشكر على كل حال. كل الهلا باهل البصره، مية هلا ومرحبا. عيني هاي المواعين اللي قبل فتره عرضتكم اياها بالبث وخلصت، واكثر يعني ناس متابعينا وزبايننا يجون يقولون انتم عرضتكم اياها كبيره، وينها؟ ليش خلصت؟ رجعنا وفرناها من جديد. كل انواع المواعين على 1000 دينار. ذاك المره من عرضتكم اياها كان بها 1000 و2000 على احجام، هسه كل الاحجام على 1000 دينار، والصغار كل الاحجام على 500 دينار. هاي يعني اللي هي كاسات ما كاسات، هاي كلها على 500 دينار. اكرم اكيد هو يصعد، يعني ما اقول لكم ما يصعد، الحمد لله والشكر طبعا بجهودكم وبجالكم يصعد البث مالتي الحمد لله والشكر، بس والله ما اعرف ليش ثاني يوم اريد اجي اسوي بث القى محظورين من البث، شنو السبب ما اعرف. الرزق ان شاء الله انه والكم، الله يحفظكم ان شاء الله، تسلمون عيوني انتو. هاي الموديلات الطاوات اللي وصلتني جديده، بيها جرانيت وبيها تيفال. هاي الموديلات طبعا اسعارها كلش حلوه، بيهم 8 طبعا، دول احجامهم كبار، بيها 8 وبيها 7 وبيها 6 وبيها 15. عندي هذا الموديل كلش حلو، طبعا شو شلون املس، هذا زيتي، تدرين تخلين شويه زبد تستعملين البيض تبقى عيون ما تنطق، كلش حلوه. هذا الموديل كلش راقي. اركان كل الهلا بيكم عيوني، انت تشرفيني اي وقت تجين، اي وقت تجين هذا مجمعكم امانه الله، اي وقت تجون انتم بالاخص اللي تتابعوني بالبث، انتم بالاخص انتم اهلي وزبايني ومعاميلي وتمونون علينا، وحتى لكم يعني خصم خاص بيكم انتم. ليش حلوه؟ ليش تغلطين؟ اغلط عادي، ما حد ما معصوم من الغلط، واذا غلطت شنو يعني؟ ليش توقفي لي على الغلطه يا حبيبتي؟ لا والله الي الشرف اني. عنواننا شارع فلسطين، تقاطع الصخره قرب علي دبل مقابيل جسر المشاة. اغلط اني، احاول افكر بالاسعار، الاسعار مو كلها حافظتها صراحه، يعني صراحه الاسعار اني مو كلها حافظتها، فاحاول بين ما اتذكر السعر اني يعني غلطانه بكلمه كلمتين وياكم، ماكو مشكله اذا انتم ما تمسحوها ان من يمسحها. الحمد لله اكرم عيوني اخوي العزيز، الحمد لله على كل حال.
وكل من الله يدز رزقه، ما حد ما يوقف برزق واحد. توصيل بغداد 5000 دينار، توصيل بغداد 5000 دينار، والتوصيل محافظات بعدين ما مفتوح. هاي السيتات عندي أسعار مختلفة، مثلا هذا السيت 16000، عندي هذا السيت 20000. شوفوا أنا عندي بالمجمع كل شيء تلقوه موجود، يعني ما أقول كل شيء، أغلبية تلقوه موجود، أغلبية ما تلقوه موجود، لأنه هم أخلص هم أنا مو كل شيء ألقى مسواق، يعني هم مرات أروح على شغلات ما ألقاها، مثلا بالمعامل ما القاها، مثلا عند التجار ما نلقاها، فمو كل شيء لازم نلقاه احنا. فالموجود الحمد لله انا احاول، يعني اكيد هذا رزقنا، احاول اوفره، بس بي غالي بي رخيص، يعني مو شرط كل شيء وكلاشي الا كله 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 لازم رخيص، لا. مثلا انا السيت اذا هو علي غالي انا شلون ابيعه رخيص؟ تمام لو مو تمام؟ الله يحفظكم، وممنونه جدا من كلامكم الطيب. وهاي الخواشيق رجعت وفرتها الذهبيات، هاي شلون اسعارها خاله؟ هذا عندي شغل صغار على 3000. 3000، هاي الخواشيق المذهبه على 3000 دينار. وهذا ايش قد؟ 3000. هذا ستيل، وهاي الموديلات الصفر اللي كانت قبل على 5 اليوم صارت على 3000. اسوي لكم عروض اكيد، فاطمه حبيبتي عليكم السلام والرحمه. والله اتمنى نسوي توصيل، وان شاء الله بلكي الله بلكي الله على هالسنه الجديده. زهوره حبيبه قلبي 100% اسوي لك هسه عروض اليوم، لاني كل بث انتم متعلمين عليه، خاصه انتم تخفيضات، فخلي عروضنا وتخفيضاتنا تكون بالارض. هذا الموديل مال بهارات كلش حلو، هاي القطعه ايش قد؟ 1000 دينار، تمام. وعندنا هاي المواعين شرحت لكم عليها كليتها على 1000 دينار. كل الموديلات، الفناجين الورديه ساصور لك اياها تدللين، ربي يرزقنا ويرزقكم العافيه. رقيه حبيبه قلبي الله يحفظك ان شاء الله. وينهم هذولي؟ هذا شلون سعره؟ خاله شلون سعره؟ هذا 16000 سعره، كلش حلو. باع الفنجان مالته، شوفي شكل الفنجان مالته كلش حلو. الله يحفظكم ان شاء الله، الله يستر عليكم اجمعين ان شاء الله. قلبك حبابي. هسه حشوفكم غير موديلات بعد. طبعا خليني اشوفكم صراحه انا ليش مرتبكه. شوفوا الولد هنا شو مسوين؟ قالبي للمطبخ قلاب، دا يغيرون. فاحاول ايدي ما تروح هيك وهيك حتى لا اطلع لكم الهوسه، بس المكان اللي يعني اللي مخلصيه هم احاول اني دا اطلع لكم اياه. هاي ادي الموديلات، طبعا جذورها خلصت عندي انا، باقيه بس هاي الكميه. التوفيق انه لكم. بس طبعا هاي الجذور كلها عليها تخفيض، هاي الجذور اللي سعرها 55000، هذا سعره 75000. طبعا هذني بالسوق وين ما كان تلقين سعرها 75000، احنا عارضيهن 50 55000، هاي اسعارهن. وعندي هاي الجذور الباقيه بيها الجرانيت الثقيل، كلش الجرانيت الثقيل بيهم على 9، بيهم على 7، بيهم على 8، يعني عدت. تريدين تشترين سيتات؟ موجودة سيتات. تريدين تشترين درزن؟ موجود درزن. جدارة الضغط موجودة، عندي كل الموديلات وكل القياسات. صواني، سلات مال ثلاجة، وين سلاتكم مال الثلاجة؟ الطاوات بكل الموديلات، شو تحبين موجود عندي طاوات. الثقيل هيجي شيء كلش ثقيلة، هذه كلش ثقيلة، وطبعا حجمها كبير. موجود عندنا كل القياسات، هذا هماتين، هذا القياس، الله يرزقنا ويرزقكم العافية. هذا 8000 دينار، وهذا اللي صار عليه تخفيض. طبعا هذه الطاوة ايش كد ما تقولون ثقيلة حتى تحكمون. هذه الطاوة كان سعرها 25000، وهذه على التخفيض اليوم حسوي لكم اياها. خالة ماري ياسر سعرها 15000، تمام. هذه على التخفيض سعرها شوف ايش كبرها بالنسبة للرف وسيت الجدورة. وعندي الفافون، عندي الجرانيت، وعندي التيفال، وعندي المعدن، الرفوف الخشبيه. طبعا ام حنونه، ام حنونه عندي باكر اذا الله راد، اذا الله راد وجبه رفوف كلش حلوه.
باشر اذا الله راد، واذا ولد الحلال ما طقونا بحضر، اذا الله راد نسوي لنا ايضا بيت ونشوفكم الموديلات الرفوف الجديده باشر اذا الله راد الصبح توصلنا، وراح احاول انشر لكم اياها بالبيت الجديد اذا الله راد. جدورة الضغط موجودة، كل القياسات حبيبة قلبي، كل القياسات موجودة. رقية هاي الطاوة، كبس، كبس ما عندي الطاوة، الكبس هي الوحيدة اللي ما عندي، هذه ما موجودة، ولا كل أنواع الطاوات موجودة عندي، بس الكبس ما موجودة. أني أمسا هاي الموديلات، وهاي اللبانات هذه مال قهوة او حليب، تقدرين تغلين بيها حليب او تقدرين تخلين بيها قهوه، كلش حلوه طبعا. قياسها حلو بقد الدله، وتقدرين حتى تسوينها دله، كلش حلوه للحليب. هذه سعرها 4000، هذه جرانيت. وهسه حشوفكم الحجم الكبير اللي هو اللبانه اللي تسوين بيها، تقدرين كاستر شلون ما يعجبك يعني شلون ما تحبين. هذه بيها قياسين، هذا القياس ايش قد؟ هاي ب 6000، هاي ب 6000، وعندك هذا القياس الاصغر ب 4000. هسه حشوفكم هاي القياسات. هذا القياس حجمه كبير، احنا نسميها لبانة. هذا القياس حجمه كبير باعي، كلش حلوة. هذه شلون سعرها؟ هاي 8. هذه كلها جرانيت، كل هذه الطاقة الموديلات. خيام مال اطفال موجودة، الترامس حبيبتي زهورة، الترامس كلها عندي عليها تخفيضات. هسه حشوفكم المجموعة مال الترامس، هسه حشوفكم اياها، بس خلي اصور هاي المجموعة منها. القوري الستيل عندكم، هسه حشوفك حبيبتي القوري الستيل. هاي الترامس، هاي الترامس كليتها ما عليك باسعارها الموجودة عليها حتى الولد ليته يهون. هذه كلها عليها تخفيضات، ابو ال 25 ب 20، أبو ال 35 ب 30، أبو ال 30 ب 25. هذه أبو ال 35 هذا طبعا بنشرة داخلية من تعلقي، كلش حلو يصير قلابات نازلة صاعدة تصير على طول الشيشة مالته، كلش حلو سعره 35 بس بالتخفيضات 30000. هذه كل هالأسعار اللي موجودة على الترامز كلها نازل 5، كلها نازل 5، كلها عليها عروض. صحون سياحة موجود بالطابق السرداب، حنزل إذا الله راد وأصور لكم إياهن. ميلامين ما عندي والله، عيوني هناسم حبيبة قلبي كل لها لبيج. صحون سياحة عندي موجودة إن شاء الله حصور لكم إياها كلها بأشعدكم. يلا خلينا نروح على ذاك القسم، هسه حشوفكم المجموعة الباقية. نواعم هواي كثرنا، مثل الخواشيق، المطراقة، المدقمات، اللحم، شوفكم اياها. حبيبة قلبي نورك هذا عيوني انتي، الله يسلمكم. اني والله العظيم جدا ممنونة من عندكم، والله كلامكم كلش طيب ويسوي واهس واحد. حي جامعة احنا معزلنا يعني بإرادتنا، حي جامعة خلص العقد ويا صاحب العمارة، لهذا عزلناه لأن كان الرجال يريد يغير، طبعا هذا حلاله حقه. فسحبنا موادنا وغراضنا وحولناه للزعفرانية، يعني قدر مربع يعني قصدك مال دولمة. انتوا شو تريدون تسألوني؟ سألوني انا حصور لكم اياه كله. ترامز مال شاي، ترامز مال شاي موجودة، وين الترامز مال الشاي؟ تمام يلا. قدورة فافون موجودة، قدورة كل أنواعها موجودة، وعندي هذه شو يسموه؟ صفر طاس، هذا الصفر طاس أيضاً توفر عندي، وهاي الموديلات مال البهارات أيضاً رجعت توفرت عندي، قياسات طبعاً على 15000، هذا الصفر طاس بيش سعره؟ أبو نرجس؟ بيش الصفر طاس؟ تمام، قياسين على 16، هذا الكبير على 16، 4 طوابق والثلاث طوابق على 12000. تمام، هسه حبيبتي حعرض لك الصحون كلها السياحة تدللين. وين شو اسمه؟ وهاي الدلات بانواعها، هذا السيتوس تمام،
السماوي هسه شوفك يا حبيبه قلبي. وهاي المحضرات، هاي قش المحضره هاي ب 20 كهربائيه ستيل، وعندي هذه اليدويه سعرها 7000 دينار، وهاي الخلاطه 20، وعندي هذه 25، وهذه ايضا 25. هاي الغلايه شلون سعرها؟ هاي 10000، وهاي الغلايه القزاز 15000. القرطاسيه صح اشوفكم اياها كلها لينا وجوا بالارضي. وعندي هذه الترامز مالك شاي، هاي الترامز مالك شاي طبعا بها عده موديلات، اللي مكتوب عليها قهوه، واللي مكتوب عليها اهلا وسهلا، واللي مكتوب عليها شاي، كلش حلوات والوانها همينة كلش حلوه. هسه حشوفك اياها بس خلها صفطه. هذا الموديل موديلاتهم كلش حلوه. خالتي انطيني اسعار. 15000، هذا 15000، وهذا ب 5000. عدله خلي اصوره، عاشت ايدك خاله. هذا ب 5000 دينار، وهذا 10000 دينار، وهذا الموديل كلش حلو، هذا سعره 15000. صح تؤمرين امر. هسه حصور لك كل اللي تريدوه بقسم المطبخ، قولوا لي عليه ما دامني اني بعدني موجوده بقسم المطبخ، حتى كله اصور لكم اياه. الخيمه بالطابق الرابع تؤمرين امر. هسه خلي الولد ينزلوه واصور لك اياها. بعد شنو المواد الجديده اللي اجتكم؟ هاي القواري، طبعا هاي القواري بها عده موديلات، موديل على 10 واحجام، بها موديلات واحجام. هذا الموديل على 8 9، وهذه الدلات السيت كلها ب 6000 دينار، ثلاث قياسات ب 6000 دينار. الزعفرانيه متوفر بها نفس الفضاعه الموجوده عندي هنا، يعني هو نفس المسواق انا اجيبه هنا وهناك اقسمه. فمرات اني عندي جمله اذا ماكو عندي كميه كبيره احولهم على الزعفرانيه، لذا من تروحون للزعفرانيه ما تلقوه، يعني هذا مبيوع جمله. الدلات سعرهم السيت 3 ب 6000 دينار. حبيبة قلبي نورك هذا عيوني. السماوي شنو السيت السماوي؟ مال قدورة صار. وين السيت ها هذا السيت السماوي. هذا شلون سعره خالتي؟ هذا صار على التخفيض 55، طبعا احجامه كلها كبار. كان 75. ايش قصه؟ 55 صار. هذا السيت السماوي حبيبة قلبي تأمريني امر. وايش تحتاجون؟ قولوا لي اصور لكم اياه هسه واشرح لكم عليه. الترمز الكلش صغير، انطوني الترمز الكلش صغير خليه اصوره. قدر مربع ما عندي، والله والله قدر مربع ما عندي، بس المدورات خل ارجع اتاكد، اخاف موجود، لا ما موجود ما عندي، ان شاء الله عن قريب اوفره لك. الفافون اذا تريدين اكو مربع سعره 9000. لا مو هذا الترمز، هذا مال شاي الصغير اصور. بضاعتنا متنوعة، يعني مو من مكان واحد، عندي أغلب البضاعة من الصين ومن إيران، وأيضا عندي من تركيا، وأيضا عندنا معاملنا الخاصة، يعني هو استيرادنا إحنا الخاص. فإحنا متنقلين من مكان لمكان، يعني مو من مكان واحد إحنا نستورد. إن شاء الله إذا الله راد، والله عندي هيجي فكرة حلوة مال العظمية، بس ما لاقين لحد الآن مكان. مبين حبيبة قلبي كل الهلبيج، اني اشوق عيوني لك. هذا تمام خالتي، هذا بيش؟ هذا 5000 دينار، هذا ترمز داخله قزاز 5000 دينار. وعندك هاي المجموعة، هاي ايضا مال شاي، هاي من كلش حلوة الترامز. هاي تحفظ المي البارد وتحفظ المي الحار. عشتي ايش خالة؟ هذه تحفظ مي بارد ومي حار، يعني شو عباس المرحوم كل الهلبيك. هذا نورك عيوني انت، رحم الله والديك. وهاي مجموعتي الجديدة اللي عندي بداخل قسم المطبخ، هذه المواد اللي تحبون اصور لكم اياها اصور لكم اياها. هذا السيليفون داخل الكاونتر، هذا شلون اسعاره خالي؟ على 1000 1000 دينار. هاي القطعة على 1000 دينار كل الهلبيكم. ومجموعة عندي مال سيليفونات ونايلونات وكل اللي يعجبكم موجود. هذا المك رجع توفر، هذا على شكل قله ب 1000 دينار، هذا المك رجع توفر. طبعا هذا عندي كميه يعني حلوه، يعني اللي يجي ما نقول له خلصان مثل كل مره. هالمره جبنا كميه كلش كبيره، بس عرضنا من عندها شويه لانه تكسير هواي عندنا بداخل المجمع. سلات خضروات موجود ان شاء الله. حمالات مال جلاصات، تمام عندي ستيل. مو
اي عندنا ستيل ولايلون، حماله مال قلاصات، عندنا الباغه وعندنا الستيل. وبعد شنو اللي تريدوه؟ لا اعطيني مال خضروات، وين عندكم هاي الشغلات مال خضروات؟ لا تريد السلات مال خضروات، وين سلاتكم كانت هنا منصوبه؟ اي سلاتكم المنصوبه وينها؟ والله ان شاء الله اكو هيك مشروع اذا الله راد ان شاء الله. والله اني اتمنى اني احب العظميه كلش، ان شاء الله بلكي الله نلقى لنا مكان. عندي هاي المجموعه، ها تشوفوا لي اياها، هذا البلاستيك، هذا شلون سعره؟ هذا شلون سعره؟ اول شيء بس صرنا نعطيهم اسعار، كانت ب6 وصارت ب5 زيد. الله يحفظكم يا طيبين، انتم الطيبين عيوني. صواني خشب ان شاء الله، ام زينب حبيبه قلبي ان شاء الله، اذا الله ستر علينا وعليكم باكر انزل لكم مجموعه خبل اذا الله راد، طبعا هذا التوفيق من الله، واذا الله راد باكر ان شاء الله انزل لكم مجموعه كلش حلوه. احنا بيا طابق، احنا هسه حبيبتي بالطابق الثالث بقسم المطبخ عيوني انتي. عباس كل الهلي بيك، اي وقت تجي محلك هذا عيوني انت. خالتي هاي شلون سعرها المدوره؟ خالتي هاي كانت ب6 صارت ب5 تمام، يعني 5000 هسه. وهذه المستطيله همينا 5000. وعندك هذه متحركه، سعرها 12000 12000. بعد عندكم موديلات ترى، حتى هذه همينا هي ايضا مال خضروات. والذهبيه وين؟ هذه شلون سعرها؟ سعرها 8. هاي 8000 ثلاث طوابق كلش حلوه. هاي تقدرين حتى بالحمام تخلينها، تخلين بها الشامبوات اللي هي شلون ما يعجبش، وما تزنجر لانه صبغ حراري مثل صبغ الثلاجه، السله مالت الثلاجه نفس الصبغ. زهوره حبيبه قلبي الله يحفظك ويرزقك ان شاء الله برزقه حلال واحنا وياكم. هاي المجموعه مالت الصواني اللي موجوده عندي، هذه الموديلات مالتها مصطفى رحم الله والديك، التوفيق لنا ولك ان شاء الله. ام علي ام نور الله يسلمك حبيبه قلبي، ان شاء الله راح اشوفكم كل الموديلات الموجوده عندي. انطيني خاله اسعار. هذه 2000 دينار، كانت ب 2000 صارت ب 1000 ونص. 1000 ونص تمام. واللي هاي؟ هاي عندك 3000 تمام. هذا عندك الموديل 4 افتحيها. اي تمام، عاشت ايدك بس المحافظات والله ما عندنا. اي بعد هذا عندك الموديل، هذا الموديل عندك 5 5 طبعا هاي حجمها كبير. بعد عندك الموديل اللي كلش كبير سعره 8 هذا 8000. عاشت ايدك خالتي ممنونه تسلمين. هسه هذا قسم المطبخ، هذا قسم المطبخ حاولت اصور لكم على قدر الامكان الموجود بي. عندي هاي القله كلش حلوه سعرها 2000 دينار، هذه القلة جلاس وبطل سعرها 2000 دينار. عندي هذا البطل ابو التبدورة، هذا البطل دائما يسالوني ليش 7 ليش 7 ليش 7، هذا البطل بايركس، هذا البطل بايركس سعره 7000 بالقديم واليوم سويت لكم اياه 6000 وتدللون. وعندي هذه القلة ايضا بايركس. شوفوا كل شو كلاشي لازم تلقون بي الغالي والرخيص، يعني انا ما اقدر اخلي كل شيء رخيص وما اقدر اخلي كل شيء غالي. قواري بايركس موجودة، وين القواري بايركس؟ قواري بايركس موجودة بكل القياسات عيوني انتي، موجودة عندي كل القياسات شلون ما يعجبك. قبل فترة كان عندي كلش تقشف بالمواد مالت المطبخ وايضا مواد الكوزمتيك، لانه ذبيت كل حملي على الارضي فماتت الطوابق، لذلك رجعنا عوضنا الحمد لله والشكر كل الطوابق، حاولت اكمل كل النواقص اللي بيها. هاي عندي الموديلات الكزاز، اريد البايركس اي الشفاف، البايركس اريد. المقدمة اي مقدمة؟ فرع الزعفرانية اكيد موجود، ان شاء الله موجود، روحي وتلقيه موجود فرع الزعفرانية. الاستكاين، الاستكاين موجودة عدة موديلات، طبعا تلقين هيك موديل بس الذهبي صراحة ما عندي، يعني هذا التقليدي مالنا الذهبي. وعندي هذا الموديل وعندي هذا الموديل، طبعا هاي كلها استكاين وبيها كوابه، بس احنا نمشي ويا هسه هذا الجيل ماكو ما ادري شو يسموه هذا الجيل هسه يدورون كله فيكات وهاي سوالف. هذا ايضا استكان، احنا استكاين هاي الحلوه مال قبل المذهبه. سلات مال ملابس ام سيف، سلات الملابس ما حد قلبك واشتهي شو تريدين موجود عندي، سلات مال ملابس برا تلقين
معي تمن ومرق موجود حبيبتي لحن الحياة. هاي القواري هذا القياس 5-6 وهذا القياس 7 وهذا القياس 9. كل القياسات موجود، يعني ايش تريدين؟ موجود السعر الغالي وموجود السعر الرخيص. حبيبة قلبي انتم الراقين والله العظيم. قسم الكوزمتك هسه حنزلج مفاجأة بي. طبعا قسم الكوزمتك مسواك صار تقريبا 4 أيام يجي بس للقسم الكوزمتك. لا حبيبتي انا صاحبة هذا المكان الحمد لله، انا وزوجي. الجداري هسه حشوفك الجداري عيوني انتي، هسه حشوفك كل الموديلات. الجداري اذا الله راد اني بعد فد 3-4 أيام اذا الله راد تجيني حاوية عبارة عن بس جداري. شو تريدين؟ الجرانيت، التيفالي، الستيل، الفافون، شو تريدين موجود. الموكيت بعد وقت عليه ان شاء الله، بلكي هالفترة ننزله اذا الله راد. موجود عندنا بس احنا بعدنا ما عارضي كله بالخزن. هاي الجداري اللي موجودة عندنا. صواني ذهبي، صواني الذهبيات كلها جوا بقسم الارضي. انا هسه حنزل من اكمل لكم القرطاسيه، هو موجود حصور لكم اياه. القران رفيقي حبيبه قلبي، عليكم السلام والرحمه، انتم زبايني. القران رفيقي عيوني والله قلبي يرف من تعلقون. انتم زبايني من اول بث لي بهذا المجمع الجديد، الحمد لله والشكر، وبعدكم متواصلين وياي. القران رفيقي، ام هناسم، ام حسين، انتم كلكم زبايني ومعاميلي وحبايب قلبي. انتم من اول يوم بدينا البث الحمد لله انتم وياي، والتوفيق لي ولكم ان شاء الله. هسه حنزل لكم جوا للطابق الكوزمتيك، الطابق الثاني هو، واذا الله راد بعدين اصور لكم بستر الله القرطاسية. هذا المواد الموجودة اللي عندي والحمد لله والشكر لي، الله وفقني وقدرت أوفره وفرته لكم بداخل قسم المطبخ. طبعا جيتكم تشرفني والله وتفرح قلبي. أنا إذا وصلتكم يا توصيل، لو اجيتوني أنا بكل الأحوال بايعة. فأني أحب جيتكم تكون تشرفونا بيها وتحسسونا إنه إحنا بعدنا بخير ودا نشتغل، والحمد لله والشكر، وتعبنا مدى يروح سدى. كل الهلبيج عيوني اولادي، قرة عيني كل الهلبيج حبيبة قلبي. انت ايضا زبونتي ومعميلتي ومتابعيني على البيت حبيبة قلبي، كل الهلبيكم الله يحفظكم ان شاء الله كلكم. ام بنين عيوني انتم كلكم اصدقائي، الله شاهد قبل لا تكونون معاميلي. ام حسين كل الهلبيج حبيبة قلبي، هسه جنت بطارية عيوني هلبيكم. هسه حنزل كل الهلبيكم بهذا القسم، قسم المطبخ. هنا المسؤولين على قسم المطبخ هو ياسر وماري وابو نرجس حسين، هذول المجاهدين بقسم المطبخ اللي هو الطابق الثالث. والله العظيم كفوا ووفوا، خطيه جهودهم بينت بتعبهم. هسه حننزل للطابق الثاني، هسه حشوفكم كل المواد الموجوده عندي من الكوزمتك اللي اجتني جديده، هسه حشوفكم اياها. التوفيق انه لكم ان شاء الله، يا صمت الاحزان، عليكم السلام والرحمه. ام حسوني حبيبه قلبي القرطاسيه بالارضي، هسه حنزل واشوفك كل الموديلات. زهوره حبيبه قلبي الرزق انه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، هسه احنا موجودين هنا بالطابق الثاني بقسم الكوزمتك. هذا قسم الكوزمتك، طبعا هسه راح تشوفون اللي جايني قبل راح يشوف التغيير والمواد اللي وصلتني. طبعا كلش هواي الحمد لله والشكر. اول شيء راح اشوفكم الهديه، هذه الهديه للي اكثر مشاركات للبث. انا كل مره اسوي لكم هدايا من قسم المطبخ ومن قسم الارضي، فدائما يقولوا لي زباين يقولوا لي خلينا تكون الهديه من داخل قسم الكوزمتك. الهديه شنية سيد جبرائيل حبيبه قلبي، كل الهلبيتش يا طيبه عيوني، انت ايضا زبونتي ومعميلتي وتمونين علي. طلعوا لي الجنطه ما مفتوحه حتى يشوفون الهديه مالت اليوم. هذه لا، الثانيه، القطعه الثانيه هذه خلوها مفتوحه. هذه الجنطه هي الهديه مالت اليوم لمشاركاتكم للبث الي. طبعا هذه هي حجمها، شوفوها ايش قد كبيره. هذه لبحد هالجنطة سعرها بالتخفيض، سعرها 20,000 بالتخفيض. هذه هي كان سعرها 30,000. هاي المواد
اللي راح تكون هدية من عندنا بداخل الجنطة، من كل شيء بيها، بيها مكياجات، بيها أظافر، بيها عطور، بيها عدسات، هذه العدسات ماركة طبعا، وهذا السائل مالتها أيضا، وهذه كل شيء مرتبيلكم احنا بيها. هذه الهدية مالت اليوم، شوفوا لي اياها، هذه الهدية مالت اليوم للي شاركني البث، هذه هدية اليوم. واذا عندكم غير مقترحات لهدية باكر اكون ممنونة جدا من عندكم جدا، لان انا ظل حائرة صراحة. واكثر معاملي اللي استلموا هدايا من عندي يعرفوني، من يجوني يشوفوني اني اظل ادور بس اريد اشوف لي فتشي يستاهل وقفتكم وياي حتى اخليه هدية للمشاركين. هذه بيها سبلاش وبيها اثنين عطور وبيها عدسات وبيها صابون وحمر وقراصات وظلال وبيها يعني عدة هاي سوالف ماكو، وحتى الأظافر وحتى الشفرات، كل شي موجود بيها. هذه راح تكون هدية اليوم للي شاركني البث، هي وجنطتها كاملة مكملة، هي وجنطتها اللي شاركني البث. هسه حبدي وياكم بالمواد الجديدة اللي وصلتني بداخل قسم الكوزمتيك. راح نبدي منها مجموعة أظافر كلش حلوة، سعرها 3000 دينار، فدوى لقلبك القرآن رفيقي، حبيبة قلبي عيوني انتي، الأمل بالله. ليش حبيبي ما رد عيوني؟ بس والله لأن أباوع الغراض وأريد أعرف الأسعار، فمرات كم تعليق يفوتني تأمريني أمر، سأليني وأنا أجاوبك من عيني. هذه المجموعة الثانية سألوني على كراسات وإرادة وشغلات فرج قطن، شوفوا هاي الشغلات كلها كانت عندي مقروضة صراحة، يعني صراحة لأن أنا قلت لكم ذابة كل حملي على الأرض والسرداب، فصار عتاب من الموظفين طارق الثاني والثالث، والله ليش ما تجيبين لنا مواد واحنا بس قاعدين واحنا غيره. فالحمد لله وفرت لهم مجموعة اغراض حلوة. هذه الدنابيس مالت الربطات الكريستال جبتها، بس عمود دا اخلص من لسان سارة اللي بالقاط الثاني ام الكوزمتيك، كل ما تشوفني خالة انا زعلت. هاي المواد طبعا، وهسه راضية الحمد لله والشكر، يلا ان شاء الله دوم راضية. وهسه عندي هاي العدسات ايضا صارت عليها تخفيضات 20,000، كان سعرها 30,000. طبعا هذه ماركة الكل يعرف هذه الماركة مالت العدسات، تجي وياها هدية سائل مال العدسات، وكل الالوان موجودة. ما حب قلبك وشتها يعني، كل الالوان موجودة. عندي هذه التحفيات خاصة بغرف البنوتات الحلوات، تقدرين تخلين بيها اكسسوارات، تقدرين تخلين يعني شو ما يعجبكم، وانتو ترتيباتكم بعد، انتو البنوتات انتو ترتيباتكم، او الامهات يحبون يجيبون الغرف بناتهم. هاي التشكيلة عندي خاصة فقط للبنات، هاي التشكيلة خاصة فقط للبنوتات، للمكياجات او للاكسسوارات مالتهم. هسه نجي هنا، وهي هاي الشغلة الاساسية الحلوة كلش، تروحون على مراكز تجميل وهاي سوالف مال ايدين ورجلين، كلها وفرت لكم اياها، حتى بعد لا تروحون بالبيت تاخذون وتشتغلون. عندي شوفوا هذا الصابون المغربي والمقشر، ايضا هذا الصابون المغربي اللي يجي ويا الليفه مالته المغربيه، كل البيجات ناشرتها على 10,000 دينار، كل البيجات بصوره عامه. يعني هسه مثل ما تدخلون البيج مالتي اكيد تدخلون الغير بيجات. امواج هادئه حبيبه قلبي، اهلا وسهلا بيك عيوني، وكل الهلا بزبايني، كل الهلا ومرحبا بزبايني، وجدا ممنونه منكم التعليقات الحلوه اللي تشرح القلب هيك، تخلي واحد قلبه ريلاكس وهيك، يعني على كلامكم الطيب ما يخليه يرتبك ويتردد، وها بعد ما سوي بيت وها غيره، لا والله لا والله كلامكم يدخل قبل على القلب. عندي هذا كل اني منزلته على 8000، 8000 وساره ماما مو 8000، انا ما ردت 8000، 7000 سوي لي اياه، 7000 هذا التخفيض تخفيضات، اي 7000 بنتي. هذه البيجات كلها والمحلات كلها منزلينها على 10000، انا يمي تقول 7000 كامل. عليكم السلام والرحمه، كل الهلا بيكم. ستائر ما عندي والله، الله شاهد ما عندي.
ابو يونس ربي يحفظكم ويرعاكم ان شاء الله اجمعين يا رب العالمين اجمعين. عاشت ايدك ساره ماما كلها على 7000 هذا الكبار. وعندي هذه الصابونة المغربية وعندي الأملاح أملاح عندي اللي توخر الشوائب اللي بين الرجلين وعندي هاي الأملاح الفوارة. هاي الأملاح مجرد ما تخلين رجليش بيها ومي رأساً تقوم تفور وتطلع تفتح المسامات وغيرها. وهاي هاي سوالف بعد انتم باقين تعرفوها أكيد. وعندي هاي مجموعة غسولات ومسكات طهارة يعني كمية كلش حلوة عندي وكولكشن كامل يعني كل شيء تجين تلقين كولكشن كامل. طبعا هذا اللي عرضته سارة شوية ما لحقت الباقي خلته بالخزن كامل. عليكم السلام والرحمة عيوني انتو اشق التوفيق انه لكم ان شاء الله. ها بالمناسبة جبنا لكم منفخ ومسمن وجه. انا اخاف من هاي السوالف طبعا ما احب اوصل لها بس مجموعة من زبايني انطوني الباكيت وقالوا هذا شيء كلش حلو ومضبوط ويعني هم يستعملوه جو يدورون عليه فهم يعني زبايني وموظفات واني اثق صراحة بكلامهم. فجبت لكم مجموعة حلوة وان شاء الله تجربوها رحمة الوالديكم الله يحفظكم ان شاء الله. عنواننا شارع فلسطين تقاطع الصخرة قرب علي دبل مقابيل جسر المشاد. عنواننا شارع فلسطين تقاطع الصخرة قرب علي دبل مقابيل جسر المشاد. يعني تعبر الجسر مالت بيروت متوجه على الجسر القاسم بيننا وبين الجامعة. احنا بالتقاطع مباشرة بتقاطع الصخرة احنا يا مثلجات علي دبل مثلجات الصخرة مهند والازياء مال مهند وحسام احنا مقابيلهم نصير يعني عدد ما نتيه يعني مجمعنا ان شاء الله ابد ما يتيه. اللي يجينا يجي سنتر علينا مجرد بس يقول للسائق او للتاكسي يقول له بالتقاطع مال الصخره يم جسر المشاد هذا عنواننا ما يتيه ان شاء الله. هاي المجموعه اللي وصلتني كولكشن مالت الحمام كامله مكمله طبعا وهذا مال اقدام كولاجين وصلني كل الانواع حتى الكولاجين اللي كان قبل وقت جيل الطيبين النازل مال نفرتيتي اللي انقرض الى فتره وانقرض رجع اتوفر الحمد لله لقيته. هذا الكولاجين المصري مال نفرتيتي رجع اتوفر عندنا الحمد لله والشكر. وهاي المجموعه الحلوه اللي شرحت لكم عنها كاويات توفرت عندي مجموعات كلش حلوه وشسوارات فرج حراريه كل مجموعه حلوه كنتوا تسالون عليها قبل ما كانت عندي رجعت توفرت عندي. عندنا السكرابات المقشرات الديتولات الغسول مال وجه الشامبوات مثلا عندنا هذا الديزاين اللي هو هسه طاش بالتيك توك وبالفيس وبالانستا هذه الماركه كلش هواي يجون يسالوني عليها صح حتى ما اعرف اسمها. هذه جبت لكم التشكيله كامله مكمله من صابون مغربي من املاح من غسول من مبيضات من كل شيء جبت لكم من عندها. هذه الكولكشن كامل واني كله جوا السوق يعني كل اسعاري جوا السوق الحمد لله لقيتها بسعر مناسب ووفرت لكم اياها وكلها اسعارها حلوه ورخيصه عندي تلقوها. هاي الحمامات الزيتيه اللي خلصت قبل فتره خلصت عندي وسالوني عليها رجعت وفرت بس هالمره ما وفرت كميه كبيره صراحه لانه اريد اجيب شيء اكثر استهلاكي فوفرت مجموعه بسيطه من عندها. هسه حشوفكم المجموعه والكولكشنات من الحمر الموجوده عندي. مناظرات رجعت توفرت عندي بكثره وبكل موديلاتها. سبلاشات سالوني عليها وفرتها وبكثره وبكل موديلات السبلاشات وبكل الماركات. طبعا كل الماركات تلقوها عندي امواج هادئه. عليكم السلام والرحمه حبيبه قلبي. هذه العارضه هذه العارضة أني ألقاها بس عند المندوبين الحمد لله والشكر قدرت ألقاها عند تاجر وأخذتها من عنده. هاي ماركة مال صبغ ظافر طبعا أني مصبغة من عندها ألوانها كلش حلوة كلش حلوة كلش كلش بشكل ألوانها حلوة ولونها الصبغ ظافر ما يشحط بسرعة وما يملح بسرعة وكل الالوان بيها الترابيات بيها بدرجاته بنفسجيات بيها بدرجاته الحمارات الخضارات كل شيء موجود بالالوان موجوده بيها
وقدرت اوفرها للعارضه، وبكل مجمع موجود الصبغ ظافر بي على 2000 يبيعوه، وبي يبيعوه على 2 بـ3، انا ابيع القطعه ب1000. الحمد لله وبها خير من الله، انا ابيع القطعه على 1000 دينار. هذا سعرها موجود 1000 دينار بس كامل. عليكم السلام والرحمه عيوني، انت كل اللي بيك تشرفني. لا والله ما عندي خرز وش اسمه هاي مال اعمال، ما عندي والله. عليكم السلام والرحمه. جدر ضغط موجود، والله حبيبه قلبي تعالي وشوفي. قاسم المحمداوي كل الهلا بيكم عيوني، انت شرفتيني يا ربي. حبيبه قلبي كل الهلا بيك، الله يحفظك، الله يجبر بخاطرك عيوني قلبي انت. عليكم السلام والرحمه، شرفوني والله. هاي الموديلات مال صبغ ظفرات اللي شوفكم اياها. هسه حشوفكم المجموعه مالت المكياجات والكوزمتيك. هاي السبلاشات طبعا تخبل صراحه، انا هاي السبلاشات استعملها للفراش، كلش حلوه ريحتها تبقى ثابته خاصه بالفراش. شوفوا انا بيش منزلتها 2000 دينار. حفظوا الصوره وشوفوها بالبيجات بيش منزليها، لانه عطرها ثابت وقوي، عطرها ثابت وقوي كلش، خاصة هذه اللي بالورد للشعر خبل، هذه للجسم وللشعر. بس صراحة أنا أستعملها للفراش، عطره كلش قوي وثابت، موجود بالبيجات نازل ب5000 دينار. هاي أنا عرضت لكم هذا سعره أمانة الله ب2000 دينار، وبخير من الله يعني، أنا هم ما خسرانة بيه. ازل احمد حبيبه قلبي، التوفيق انه وإلك، انت الطيبه حبيبه روحي. وعندي هذا الموديل رجع توفر، ام سيف حبيبه قلبي الله يسلمك. كولاجينات بكل موديلاتها وفرتها، باودر تاج، انواع واقي شمس، انواع الواقي شمس موجود عندي، وهذا المورد ايضا وفرته، اقلام التحديدات، الشيره، هذه الطبطبه اللي ما اعرف شو يسموها، هذه شو يسموها، ها بيوتي بلندر، الحمد لله ما استعملها. بيوتي بلندر طبطبه على قولة ولدنا. وهاي الايلاينر بعده موديلاته، والاضاءه وفرت بكل يعني اللي انت عجبك، كل شو اسمه الدرجات، كل الدرجات. قاسم المحمداوي حبيبه قلبي الله يحفظك ان شاء الله. ادوات تزيين الكيك ان شاء الله عن قريب اذا الله راد راح اوفرها. التنت وصل كل موديلاته، هذه العدسات ايضا تخفيضات طبعا عندي على هاي العدسات. سعرها هاي شلون اسعار هالعدسات؟ 5000 دينار. هذه العدسات يعني صراحه انا اخذتها رخيصه، فاقدر هاي العدسات مثقوبه، والعدسات المثقوبه الكل يعرفها تنباع بس بالصيدليه. العدسات المثقوبة تنباع بس بالصيدلية، تعبر هواء حتى العين لا تتأذى. هاي العدسات اخذيها وبشرط من عندي، هاي العدسات بس يمي ب5000، موجودة ب30 وب35 بالصيدليات، طبعا بالكوزمتك ما تلقيها. هذه العدسات تلقيها بس بالصيدليات او بالمظاخر. هذه جماعة وفروا لي اياها وباسعار جملة، وصراحة أنا ما قبلت أزيد عن سعرها، أخلينا أخذتها بسعر مناسب، أبيعها أيضا بسعر مناسب. سعرها 5000 دينار. هذه العدسات سألوا عليها وكتبوا عليها باليوتيوب، هذه العدسات مثقوبة، هذه العدسات بها ثقب هواء حتى تعبر لك الهواء. كهرمانة حبيبة قلبي يزيدنا ويزيدكم إن شاء الله، وأهم شيء العافية. طبعا عندي مجموعه كولكشن مالت صابونه الحمير ومبيض الحمير وهاي سوالف، الله وهذا الغسول، هذه اللي هسه طبعا طاشه هي، انا وفرتها لانه هي طاشه بالمجمعات ويسالون عليها. كامل الله يرزقنا ويرزقكم العافيه. ام محمد حبيبه قلبي، جنطه مكياج تأمريني من بطن عيني. هذه مجموعة الصوابين اللي عندي، وهاي السبلاشات، وهذه الغسول مالت الوجه والمنظفات. هذه المجموعة اللي حاولت الحمد لله قدر المستطاع يعني اوفرها. طبعا اسعارها كلها ما تتعدى 3000، 1000، 2000، 3000،
اذا تلقيها بغير مكان شوفي سعرها او تعالي يمي وشوفي سعرها. هسه حراويكم كم مجموعه حتى انزل لكم القسم القرطاسيه. قاسم محمد حبيبة قلبي الله يفرحك ان شاء الله ويرزقك الفرحة امين يا رب العالمين. هذه المجموعة ايضا خلي اشوفكم اياها مبارد مال طبعا هاي عناية الاظافر والاقدام هم تشكيلة كاملة وصلتني مبارد. هسه حشوفكم المجموعة كاملة صار زخم هناك فما اقدر اوقف اعتذر يعني من عندكم. ومجموعة قراصات كلش حلوة ايضا اجتني كل انواع القراصات كل انواع القراصات وصلت عندي موجوده ايضا حشوفكم اياها. مشدات حليمه رجعت توفرت مشدات كيم كارديشن الاصل ايضا رجعت توفرت سعره بس يمي 10000 دينار بس يمي سعر القطعه 10000 دينار. هذا الموديل اللي هسه هو موجود بكل كوزمتك طاش هذا الاساس والبيوتي بلندر مالته هذا الموديل. هذا الموديل شلون سعره سارة؟ خمسة آلاف دينار. هذا على 5000 قبل لا تجين ادخلي على الكوزمتيك وشوفي الأسعار وشوفي هذا سعره بيش نازل. هذا برا بخمستاعش. بخمستاعش ألف. هذا سعره برا وتعالي شوفي سعره يمي وانتي حكمي. هاي الموجودة المواد اللي عندي اليوم اللي صورت لك اياها هاي كله جديد. هسه راح انزل لكم على القرطاسية الحمد لله والشكر هذا اللي قدرت اوفره بداخل قسم الكوزمتيك. هذا اللي قدرت الحمد لله والشكر يا ربي الله قدرني انه هالقد اوفر والحمد لله نعمة من الله. هذه الهدية طبعا ارجع لكم اصور لكم اياها. هذه الهدية اللي هي عبارة عن جنطة حجم كبير كلش بيها اربع طوابق. هذه الجنطة اللي هدية اليوم. هذه الجنطة هدية اليوم اللي شاركوني البث. الله يحفظكم ان شاء الله ويستر عليكم. هسه حنزل اصور لكم المجموعة مالت القرطاسية طبعا كل القراصات والطواقة للاطفال للمدارس وصلتني. هسه حشوفكم اياها شوفوا كل الموديلات حتى البياضات على 1000 دينار مو تمام كليتها على 1000 دينار كليتها على 1000 دينار يعني ما بي 2000 و3 و4 وهالسوالف ما بي كلها على 1000 دينار. هاي الموديلات كلها على 1000 دينار. ملابس مدرسه اني قسم يعني مجمع مالتي ما بي قسم ملابس فاعتذر جدا من عندكم. احنا فقط مطبخ مفروشات كوزمتيك تحفيات وتشكيله المواعين الباقيه والمقدمات اللي داخل الارضي. هذه مجموعتنا طبعا الحمد لله والشكر ساره اللي بالطابق الثاني بقسم الكوزمتيك وريهام ايضا الطابق الثاني. البنات تعبوا هاي الايام وياي كلش كل فترة اجيب اذب لهم غراض واقول لهم غيروا جيبوا منا حطوا منا فاني كلش ممنونة من عندهم لانه كلش تعبوا خطية وياي هاي الفترة والحمد لله والشكر. البنات ما قصروا وكفوا والله ووفوا ومكانهم حلو ومرتب ونظيف وان شاء الله يعجبكم لان انتوا اهم شيء لان انتوا اللي تجون وتسوقون من داخل هذا المجمع. هسه حنزل وياكم واشوفكم القرطاسية اللي موجودة بداخل قسم الارضي. نبقى وياكم احنا مستمرين والبث يبقى مفتوح لحد الساعة 12 بالليل اذا الله راد لانه احنا البنات وقفا عن ما يدخلون بعد للمنشور فقط لحد الساعة 12 حتى نعرف من اللي فاز ويانا بهذه الهدية وان كان محافظات وان كان بغداد الهدية توصل لحد عنده. واللي يريد يزورنا كل الهلبي على طول الطريق يجي يشرفنا. الله يرزقنا ويرزقكم العافيه. طبعا ممنونه جدا من عندكم على كلامكم الطيب. الله شاهد علي اني بيوم اللي اسوي بث اكون من الصبح فرحانه يعني من الصبح اكون فرحانه من اشوف البث يعني ما محظورين بي واسوي يعني بث بيومها كلش اكون فرحانه. والله لان اعرف كل زبايني وكل متابعيني راح يكونون موجودين وياي بالبث واسمع هالكلام الطيب. الله يحفظكم. اني خلصت جودي تعالي يمي هنا حتى تعطوني اسعار. هاي الجنط اللي وصلتني اليوم هاي تشكيله الجنط
ملابس مال المدرسة والله ماكو. هاي المجموعة طبعا جنط روضة وجنط مدرسة، كل التشكيلات عندنا ومال أعمار لحد المتوسطة. لحد المتوسطة التشكيلة موجودة عندنا، هاي الجنط لحد المتوسطة يعني ضامن الروضة والابتدائية والمتوسطة. هذه المجموعة اللي جبناها، عندنا المحافظ بكل أشكالها على 3000 دينار. هاي شلون سعرها خالتي؟ هاي 2000 دينار تمام. هاي مال وليد حلوة، وهاي شلون سعرها؟ 3000. هذولي كل على 3000. شوفوا الكبار الموجود حتى بالمكتب ب 5000، احنا نبيع ب 3000 يعني حتى بالمكاتب. ان شاء الله ما يلحق اسعارنا كله. هذا على 3000 الكبار، والصغار على 2000 دينار تمام. هسه عندنا هاي الاقلام كل موديلاتها، هاي الاقلام 1000 دينار، هاي الاقلام كلها على 1000 دينار، اقلام جاف سوفت مو كلها على 1000 دينار. هاي الاقلام مجموعة كاملة للولد وللبنات. هاي المطارية وصلتني، الستيل والباغة وحتى القزاز عندنا كم قطعة باقية. هذه كلها قاسم محمد ربي يحفظك حبيبة قلبي، الفرحة إلنا ولك إن شاء الله. هذه المجموعة مال المطاريات، طبعا هذا الموجود الخزن غير مكان مخلينا احنا، خلينا وجبة بسيطة لأن تعرفون أطفال يلعبون ويهوسون بيهن، خطية والشباب يتعبون تصبيط. وهذا عندنا الأقلام قلم تأشير، هذا قلم تأشير. وعدني البيترتر على شكل أصباغ، والأقلام الجاف طبعا الجاف سوفت عندي وعادي عندي، مقطاطات بكل موديلها بيها على 500 دينار. هسه هاي الموديلة والتشكيلة على 500 دينار، وبيهم الكبار كلش والأشكالهم كبار على 1000 دينار. وهذه اللانشوس مال الاطفال روضة او حتى ابتدائية، وبيهن احجام كبار وبيهن احجام صغار. خالص شلون سعرهن هذني؟ عندنا على 1000 دينار هذا الموديل، سجاد خالة صور لي اياه. هذا على 1000 دينار هذا الموديل، وعندي هذا الموديل بس شوفني اياه اذا ما مفتوح، هذا على 2000 دينار الريال. الله يرزقنا ويرزقكم العافية. هذا اللي على 2000 دينار، شوفوا الديزاين ايش قد حلو، ما اتصورت لكم ب 2000 دينار غير مكان، هذا بس ب 2000 دينار. عندي هاي الاقلام الرصاص، اقلام الرصاص كنا احنا الامهات نعاني من عندها. طبعا اني ما جبت شغله اقلام رصاص مو شيء، جبت كل الزين كل النوعيات الزينه جبناها بالسيت. هذا شلون سعره؟ هذا ب 1000 دينار، وهذا 30 قلم ب 3000 دينار. هذا السيت ب 1000 دينار، وهذه المقطاطات القوطيه كامله. قطعه على ربع، قطعه على ربع تمام، القطعه على ربع. بعد ايش عندك؟ بعد عندنا هاي الاقلام، هاي الاقلام غير موديل، الدفاتر كل الموديلات موجوده، كل موديلات الدفاتر موجوده، سجلات موجوده، للمعاهد موجود، للكليه موجود، للابتدائيه موجود، يعني شلون ما يعجبكم موجود. تشكيلة كاملة، تشكيلة كاملة عندنا مع القرطاسية. وإن شاء الله بعد الولد تعبوا وتعرفون صارت عصر حركة فوقفوا باشر إن شاء الله إذا الله راد. بيش الساعة تفتحون محمد حبيب قلبي خالد، نفتح الساعة بالدعش الصبح ونعزل الساعة بالدعش بالليل إذا الله ستر علينا. هاي تشكيلة الأقلام خالة، بس اعطيني علبة. هذا 36 قلم ب 3000 دينار تمام؟ ايوه 36 قلم ب 3000 دينار. هاي تشكيلتنا وهذا مجمعنا وهذا اللي قدر الله يوفقنا به، الحمد لله والشكر على كل حال، والحمد لله والشكر على الرزق الحلال اللي يجينا، الحمد لله والشكر. هاي المجموعه صورت لكم اياها اللي بالمطبخ، والمجموعه اللي بالكوزمتيك، وهذه الشغلات القرطاسيه، هاي كلها شغلات جديده اللي وصلتني، الحمد لله والشكر، نحمده ونشكر على كل حال. هذه مجموعتنا ان شاء الله تعجبكم وترضيكم بنفس الوقت، واسعارنا ان شاء الله تكون تناسبكم وتناسب كل الطبقات.
اني بالنسبه الي وبالنسبه لغيري وبالنسبه لمعاميلي اكيد مثل ما اني احب اشتري حاجه رخيصه وتكون زينه، كل معاميلي ايضا يحبون يشترون حاجه زينه وتكون رخيصه ومناسبه. مو كل شيء غالي هو زين وحلو ويفيد، لا بالعكس، مرات شغلات رخيصه حلوه وتفيدكم وتلبي شغلاتكم وتكون مناسبه على قد واحد يشتري على قد حالته وامكانيته. أنا أحاول أوفر البي رخيص وأحاول أوفر البي غالي، مو بس عندي رخيص، لا والله أنا أشهد ما بالله، مو بس عندي رخيص، لا عندي شغلات أيضا غالية. مثلا هذا شيء بسيط، عندي شمعدان هذا يصير فضة، هذا الفضة الأنتيكة مثلا، هذا عندي سعره 35,000 وعندي سعره 25,000 وعندي نفسه العادي سعره 3,000 دينار. يعني هو مو كل شيء موجود غالي ولا كل شيء موجود رخيص، هذه موادي وهذه اللي الله وفقني به والحمد لله والشكر بدعواتكم بالتوفيق. وكل ما افتح البيت الله يوفقكم الله يرزقكم، هذا ما يروح سدد صدقوني بالله العظيم، هذا اللي اني اتمناه من عندكم، وهذا تعبنا ومجهودنا وهذه ثمرة زرعنا الحمد لله والشكر. إن كنت أني وإن كان أبو سارة وإن كان كل نفر يشتغل بداخل هذا المجمع، أني أكون جدا ممنونة من عندهم، وإن شاء الله الله يحفظهم إلي كلهم، ولدي كلهم، ولدي وبناتي، وما قصروا وياي وبشدايدنا وياي وفرحنا وياي والحمد لله والشكر. شبابنا الطيبين كلهم ما قصروا، الله يستر عليهم ويحفظهم إن شاء الله. وما أنسى سجودي اللي هو وياي أول بأول بكل مسواق وبكل تعب وبكل رقضة بهالحار بالبرد، دائما ظهري وسندي، وابني الصغير سجاد الله يحفظه إن شاء الله ويحفظكم ويحفظ ولدكم إن شاء الله كلهم. وهذا مجمعنا وهذا ثمرة تعبنا الحمد لله والشكر يا رب العالمين، إن شاء الله تعجبكم كل غراضنا اللي عرضتها لكم، هذا اللي الله وفقنا به وقدرنا نوفره، وإن شاء الله كل يوم راح نوفر لكم ونحاول شيء جديد على قدر المستطاع. طبعاً أنا ما أقول لكم هذا وهذا وهذا، لا، على قدر المستطاع اللي الله يرزقنا به نقدر نوفره إن شاء الله، وما نقصر وياكم بالأسعار. وأنا جداً ممنونة منكم على صبركم وتحملكم للبث، جداً جداً.